الشوط خامس خاص بالابكار اللقاية. الخمسة كيلو مترات يا مشاهدي قناة الريان، سيارة نيسان بترول استيشن رصدت للمركز الأول في هذا المهرجان وفي هذا السباق الكبير. ناخذ المركز الأول، وبداية هنا مع شعار السيد محمد بن علي بن قريع المري موارد على المركز الأول، بينما النقله التالي على المركز الثاني، وهنا مراسيل أو نوف تعود ملكيتها للممثل الغربي محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ويقدم نوف المركز الثالث من الجانب الآخر. نتابع هذا الانطلاق، نتابع هذا التحدي، نتابع هذا النزاع، نتابع هذا الصراع، وهذه جبارة بالشعار الكبير، بالشعار الذي خطف الرموز، بالشعار الذي له ثقله في الميادين، شعار السيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي المنطلق والمندفع على المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع، ايضا نفس الشعار، وهي الشاهينية للسيد احمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي اللي ينطلق على المركز الثاني والمركز الرابع وفي المركز الخامس. المركز الخامس يا هل اللقاية، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري الاعصار، وهب الاعصار الغربي، وهب الاعصار الغربي. والله يا جماهير الاعزاء انه شوط كبير يحمل اسماء كبيره، علي بن خليفه بن سلطان بن رشيد، احمد بن غدير، هنا محمد بن زايد، هنا مبارك بن زايد الخيارين، هنا سليمان بن حمد الجبري، الناموس حاير ما بين فطاحله المضمرين، ما بين دوله الامارات ودوله الكويت والمملكه العربيه السعوديه والشعار العنابي القطري علي بن خليفة بن سلطان بن رشيد. هنا من قناة الريان، من هذا الحدث الكبير، هنا المعركة مزاج جبارة، نوف مشكورة، محمد بن زايد بن خلفان، الله الله الله، يا سلام يا سلام، سليمان بن حمد الجبرين. ولكن دعونا نذهب مع بن رشيد، بن رشيد انطلق، علي بن خليفة بن سلطان بن رشيد، جبارة جبارة جبارة، انطلقت جبارة وادعت جبارة، وهي من أقوى هذا الشوط، من أقوى المشاركات، أثبت بالفعل بن رشيد ثبوت شعاره ووجود شعاره في هذا المهرجان. علي بن خليفة بن سلطان بن رشيد، السلام إلى الإمارات، إلى الإمارات، وين يا الجبري السلام؟ هناك إلى جميلة. مشاهدينا الأعزاء، مساء النواميس مع علي بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على هذا الفوز والناموس في هذا المساء. المركز الثاني هنا حرايب لراشد بن ثيبان المري، المركز الثالث وصلت حدث لسليمان بن حمد الجبرين، المركز الرابع مشكورة لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وفي المركز الخامس مزاج لحمد بن راشد بن غدير الاكتبي. مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والناموس لمالكي جبارة، وهذا الشعار جبارة، وهذا الشعار الكبير، علي بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي اللي فاز، اللي انتصر، اللي بنقول للسلام جميره سلام في هذا المساء. 7 دقائق 39 ثانية، 76 جزء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثاني منافسة شديدة قوية ما بين هذه الشعارات. 7 دقائق 41 ثانية، 52 جزء من الثانية، شعار راشد بن ثيبان المري المركز الثالث. هنا حدث اللي فازت بالمركز الثالث، حدث لسليمان بن حمد الجبرين، وتوقيتها الزمني 7 دقائق 42 ثانية، 46 جزءا من الثانية.